صباح الخير. الساعة 5. المهم من فترة شفت هذا الفيديو لرؤوم من قناة سكري لايف، كانت عاملة شكشوكة نباتية، ومن أول صراحة حابة أجربها، فاليوم إن شاء الله راح أجربها واحتمال أخلي أهلي كمان يجربوها معايا. ما رح أحكي لهم إيش هاي الأكلة، رح أخليهم يحزروا إيش هي. طبعا أكلات رقومي كتير طيبة، فمتأكدة إنها رح تعجبني. هذه هي شكل الأكلة، صراحة شكلها كتير بشهة، متحمسة أجربها. بس خليني أبدأ يومي بتمر. اليوم برعاية سكري، اي قصدي رقوم. مش بس انت الوحيدة رقوم بتحب التمر، انا واحدة مدمنة التمر، تقريبا كل يوم باكل تمر. مين زينة؟ جهزت مكونات الشكشوكة، هنا عبارة عن نص كوب دقيق الحمص وكوب من الماي وشوية خميرة غذائية وشوي ملح وفلفل اسود وكركم، وخلطتهم مع بعض. طبعا انا استبدلت بعض الاشياء واضفت بعض الاشياء، مثلا هي كاتبة بقدونس، انا حبيت اضيف كرات واضفت فلفل، يعني بحس شكشوكة من غير فلفل ما بتصير شكشوكة بالنسبة لي يعني. ونسيت كمان اقولكم، حطيت كمان نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وزيادة رح احط لكم كمان رابط الوصفة حقت رؤوم. راح اضيف اول اشي البصل والثوم، راح اضيف كمان شوي ماء عشان يذبل البصل. طبعا ممكن تضيفوا زيت بس انا مش حابه اضيف زيت. الحين راح اضيف الفلفل الاخضر والطماطم، وراح اضيف شويه ملح عشان يذبل الطماطم. والحين راح اضيف خلطة دقيق الحمص اللي عملته، وراح اقلبه شوية شكله زي الاومليت. راح احركه شوية، بعد كده راح اغطي عليه عشان اضمن انه استوى تماما. ما حزرت ايش الاكلة يا بابا؟ يعني تقريبا. أكل كله نباتي، جبنة نباتية على فكرة. يلا يا بابا أحزر الشالي. هذا فول. فول إيه؟ مع بطاطس. لا دوق الطعم على فكرة، هذه الجبنة اللي بالكاجو. بسم الله. هي لحمة ولا ايه؟ لحمة؟ لا بصل. طيب بصل معروف باين. بطاطس. اها كزبرة. لا كرات. شو هذا الشيء؟ اهم اشي قاعدين بتاكلوا ماشيين معاي، لسه ما بتكتشف. تعرفوا ايش هذا؟ خبز. لا هذا من طحين الحمص، حمراء يعني عامل زي البيض. عليه بطاطس؟ لا نهائيا ما في بطاطس. بس كيف طعمه؟ طيب كويس. بدي اكل انا. مش عليه بيض؟ لا ما عليه بيض. كانه عليه بيض. شفتوا كيف؟ هو اساسا هي الاكله زي الشكشوكه بس انه من غير بيض. كيف الجبنة؟ زي اللبنة زاك. لا لا واضح انه عجبهم. خلص صح يا ماما؟ صح. الخبز انا سويته على فكرة، سكرتي. وبس الحين خلصنا الفطور، الامانة كان كتير طيب وما توقعت اهلي يعجبهم، وعن جد يشبه البيض تماما يعني. وبس في النهاية
صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ومع السلامة.